مدرسة في دبي قسطها 33,000 دولار، يعني نتحدث عن ثمن شقة في منطقة عادية في القاهرة، وهذا طبعاً لا يشمل تكاليف السفر إلى بلدان أخرى في الرحلات المدرسية السنوية. جيمز وورلد أكاديمي التابعة للمجموعة التعليمية التي أسسها ابن مدرس هندي واسمه ساني فاركي عام 1980، وحولها من مدرسة واحدة كان يملكها والده إلى شبكة تضم 44 مركزاً تعليمياً تضم 140,000 طالب وطالبة. ولتأخذوا فكرة عن مدى ضخامة بزنس التعليم في دبي، يكفي أن تعرفوا أن عائلة فاركي اقترضت من البنوك المحلية في يونيو الماضي 3 مليارات دولار، تضاف إلى تعهد استثماري بملياري دولار من شركة إدارة الأصول العالمية بروكفيلد لضخ رأس مال جديد في الشركة وتمويل التوسعات في دول جديدة. الأرباح الهائلة للمدارس الخاصة تعود إلى وجود أعداد كبيرة من الوافدين ذوي الدخل المرتفع في دبي، ومع ذلك فإن رسوم المدارس تستقطع جزءاً كبيراً من مداخل الأسر. فبحسب مسح لشركة ألبن كابيتال، تنفق 80% من العائلات في الإمارات أكثر من ثلث دخلها الشهري على أقساط المدارس بحسب بلومبرغ.